دخلنا لعبة الانقسامات العربية وحاولنا نتذاكى وقتها شوي متشاطة، ووقعت على راسنا حفلة التذاكي كما في كل مرة. ما رح ندخل فيها كما في كل مرة. نعم. ما رح ندخل في هاي اللعبة مرة تانية. طيب. ويتهموا اللي يتهموه، ويقولوا الاعتدال، ويقولوا الاستسلام، يقولوا اللي بدهم يقولوه. ما حدا حيطه اعلى من حيطنا، واحنا بنعرف انه اللي زاز المكسور عند الاخرين نعرفه جيدا. احنا مندافع عن مشروع الوطني لشعبنا، وبدي ارجع اكرر هذا المشروع ما بنقبل يكون لا مشروع يزعم انه قومي وديني واسلامي ومش عارف. لا. طيب. هذا مشروع وطني فلسطيني. اسمح لي. العرب والمسلمين وكل العالم واجبهم يدعموا هذا المشروع ويساندوه، بس اصحاب القرار فيه واللي بيمثلوا هذا المشروع جهة واحدة هي المؤسسات الوطنية الفلسطينية، مش القيادة العالمية للإخوان المسلمين، ولا أي مؤتمر أو مهرجان بيعقد هنا أو هناك بفرض علينا مين يحكي باسم الفلسطينيين. طيب.